احكي لنا ايه؟ طبعا انا برحب بيك زي كل مره. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، بفضل الله عز وجل. طبعا دكتور رضا المهدي، انا مش محتاجه اعرفك، بس طبعا حضرتك خبير في علم الاعشاب والزيوت الطبيعيه ومهندس ترميم اثار. تمام. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه تانية خالص غير المنظفات اللي احنا بنتكلم عنها كل مره. تمام. احنا معانا زيوت طبيعيه معصوره على البارد. تمام. يعني ايه؟ يعني ايه معصوره على البارد؟ الاول كده انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. ربنا فعلا يخليك عندك والله. قيمه وقامه في الاذاعه، ربنا والله يبارك فيك. ربنا يخليك. احنا عندنا نوعين من الزيوت، معصورة على البارد ومعصورة على السخن، وعندنا نوعين من العصر، عصر مكن مصانع وعصر الرحايا. عصر الرحايا ده انقرض بقاله فترة، مفيش غير معصرة واحدة موجودة في الصعيد انا بعصر فيها. المعصرة ده دي الافضل يعني؟ افضل طبعا عصر الرحايا. احنا بنعصر، بنحط البذور او بنحط النبات بتاعنا، والرحايا حجر كبير جرانيت بيدور عليه بيطحنه، وبناخد بنكبس نازل الزيت. درجة حرارة العصر 27-25، لكن في الغالي الدرجه الحراره بتزيد فيأثر على البذره، فعشان نسبه الزيوت بتاعتها تزيد شويه. بالاضافه ان الفيتامين بتاعه يقل شويه. ده طبعا مش مفضل لكنه موجود. احنا عندنا انواع في العصر اصلا ما حدش يعرفها، وعندنا مفهوم غلط عن العصر ما حدش يعرفه. انا حاضر مع حضرتك ان شاء الله. الزيوت قدام حضرتك ديت زيوت بفضل الله عز وجل معصوره على البارد، عصر الرحايا ما فيش نقطه مكان فيها. وهي بتنزل كل نقطه زيت بتنزل سلسبيل ذهب، كل نقطه بتنزل كلها فيتامين عالي جدا. عندنا احنا مشاكل طبيعي بزيت الزيتون. انا بص، انا متشوقه اعرف انهي علبه زيت الزيتون، لان اول ما جه قال لي اتحداكي تطلعيه، قلت له معروف اهو الزيت اللي هناك ده، يعني ايه الفيزياء اللي فيه؟ قال لي لا 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 مش هو ده. فين زيت الزيتون؟ هتلاقي زيت الزيتون نوع من التلج دول فاتح، لا مش غامق، مجادير. احنا مشكله ان زيت الزيتون ده اصلا فاكهه مش خضار، ده اللوز، ده لوز. ده زيت اللوز الحلو ده زيت الزيتون. الله يفتح عليك. ده زيت الزيتون ده معصور على البارد، عصر رحايا. طعمه مر قوي يا دكتور. ده طعمه حلو جدا 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 جدا. انا دلوقتي هدوق لحضرتك. تمام. احنا ممكن ندوق لحضرتك زيت الزيتون بتاعنا، لو انت مسكتيه وشميتيه من جوه ريحته حلوه جدا. انا من الناس اللي ما بحبش زيت الزيتون، لانه طعمه مر. على فكره الزيتون اصلا فاكهه مش خضار. الزيتون اصلا فاكهه مش خضار. تمام. كلمه ان زيت الزيتون اصلا خضار ده غلط. زيت الزيتون عندك تشميه الاول، عشان انت اصلا من حلاوه الزيت هتعرفي يعني ايه زيت زيتون. ايه ده، ريحته فواحه قوي. زيت الزيتون بتاعنا، في زيت زيتون تاني ما شاء الله عندنا. احنا تاني، انت ممكن تشوفي ده حضرتك، ده زيت زيتون. تمام. ده ممتاز جدا. ايه ده ريحته طبيعيه. زيتون ده نوع تاني خالص، لكن ده زيت زيتون ما شاء الله كويس جدا جدا. طعمه حلو. ايه تشربيه؟ ده ايه؟ ده تشربيه ده مش مر. لا لا، ده بيمنع تصلب الشرايين بجد، وقوي جدا، فاكهه عاليه جدا. تمام. بالاضافه ان زيت الزيتون المركب المسؤول عن خضاره وعن مرارته ده حاجه اسمها بوليفينول، فلما يكون معصور على السخن بالنسبه بتزيد في البوليفينول، لكن ده معصور على البارد فنسبه البوليفينول اقل شويه. احنا عندنا اعتقاد ان كل ما يبقى مر يبقى لا 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 بالعكس. لا ده العكس. ده طعمه زي الزبده الفلاحي، طعمه حلو جدا. بالاضافه انه اصلا فوائده عاليه جدا، يمنع تصلب الشرايين، بيظبط الانسولين في الدم، غني بحمض الاوليك اسيد، مليان فيتامين القولون. ينفع يتغلي الزيت الزيتون؟ المعلومه غلط ان هو لو اتغلى يبوظ. ده اللي لو اتغلى يبوظ زيت عباد الشمس وزيت القلي، بيتعرض درجه حراره 200 درجه مئويه، لكن ده لو اتغلى ما يحصلوش اي مشكله، شرط يكون زيت زيتون كويس الاصلي مش المر الثاني. وده عصر رحايا انا بعصره بايدي في معصره هناك. تمام. منه الدرجه الثانيه اللي هي الخضار، حضرتك بتشتكي من مرارتها. لا لا لا، اخضر الغامق شويه كده وبيبقى. لا مش وده شعر، بشره، جسم، ضوافر، اي لا مكان، اي حاجه. لو عندي تشققات في القدم بجيب منه عنزبه من الخروع وادهن بيها رجلي، التشققات تروح كلها. لو عندي مشكله في جلدي، في شده في جلدي، بدهن منه. معروف كمان الستريتش ماركتس والحاجات دي. ما شاء الله عليه كويس. تمام. جدا. ده زيت الجرجير. ده زيت جرجير معصور. ده الشعر ده معروف، الجرجير شعر. لا واكل. احطه على الاكل؟ لان ده معصور على البارد عصر رحايا. طب ده بيعمل ايه بقى؟ ده مغني بفيتامين الف والهاء، بالاضافه ان هو طعم جرجير صافي، وكانك بتاكل جرجير في بلدي بتاع زمان الحلو ده. لو حطيناه نقطتين على السلطه انا كده. انا من الناس اللي لا يمكن اكل جرجير. لا لا تحفه. فانا كده عوضته بان انا حطيته، او الاطفال لسه كانوا الكباتن بيقولوا لنا ان الاطفال اهم حاجه ياخدوا خضار، فانا كده لو حطيته له هو كانه كل جرجير. احنا عندنا في سته بكده كلمتني كان عندها مشكله في الهضم، فالدكتور كتب لها على فيتامين، الفيتامين ما جابش، فعملنا لها خلطه زيوت تاخد كل يوم ربع معلقه. بس كانت عباره عن زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت الجرجير، زيت حبه البركه، كان فيها مجموعه من الزيوت القويه جدا، فيتامين عالي جدا. بفضل الله عز وجل نسبه الانيميا راحت،
بالاضافه ان مرضى السكر اللي بيعانوا النهارده بيكلمونا بيدعوا لنا بفضل الله عز وجل، لان اصلا ما فيش سكر، خلاص السكر اتظبط، لكن بشرط ان هو يهتم دايما بان هو ياكل زيت الزيتون. طب ده حلو جدا، زيت اللوز الحلو. انت قلت لي يا دكتور ده مفيد جدا للاطفال، انا ما كنتش اعرف. افتحيه واشربيه، زيت اللوز حلو غني جدا بالفيتامين. في زيت لوز موجود في السوق، في السوق اللوز المر ده سام، ملوش علاقه بالشرب، ده للبشره، ده للبشره والشعر. وده بيكون غني بالزيوت المعدنيه المضره. عندنا احنا النواه اللوز بنطلعها بتكون مره شويه، لكن مفيده للبشره، ما ينفعش تشرب طبعا. تمام. لكن عاليه جدا وحلوه جدا وكله بيحبها جدا. اللوز الحلو لو انا حطيت منه تركيبه، دي تركيبه للناس لو حد عاوز يترمى في البيت، لو جبت نسب متساويه من اللوز الحلو المعصور على البارد مع الفراوله المعصوره على البارد مع الورد المعصور على البارد ورجيتهم كويس وعملتهم دهان، ده كولاجين طبيعي. وتحدى اي حد في ظرف اسبوعين لو في اي كرمشه او تجاعيد تروح فورا. بجد تجربه، انا بقول لك اتحدى اي حد لو عمل، بس شرط يكون الزيت كويس او مش بتاع العطار. يعني يفضل يكون زيت معصور كويس، يكون حلو جدا. لا تمام خلاص. انا اسفه، انا اللي صحتي بقت على قدي. فده انا ممكن احطه برضو لابني على الاكل، للاكل باتن بجلده، باتن بشعره، باتن ببشرته، كويس جدا جدا، بيظبط لي جسمه برضو، بيديله فيتامينات وبيديله معادن. لو عندي ابنه وعنده مثلا جسمه ضعيف شويه، ضعف، بحطه مع زيت السمسم. زيت السمسم ليه قدره هائله، زيت السمسم كالسيوم اصلا، ليه قدره هائله على القضاء على الديدان الموجوده في البطن، ليه قدره هائله على طرد حشرات الشعر. زيت السمسم، زيت السمسم ليه 1000 فايده وفايده. اضافه للفراعنه القدماء المصريين كانوا بيستخدموا الزيوت دي في التحنيط، في الاكل، في الشرب، فكانت البنيه الجسميه بتاعتهم قويه جدا، ناتجه عن العصر الصحيح للزيوت. عايز اقول لك انا ابني عنده حساسيه طعام، فممنوعين من اللبن، فدايما الدكتور يقول لنا ادوله سمسم، السمسم افضل من اللبن، فيه كالسيوم اكتر. السمسم طبعا العيال ما بترضاش تاكل اساسي يعني، فاحنا ممكن لو جبنا حاجه فعلا زي كده وحطيناها على الاكل تبقى انا اديته نسبه سمسم كويسه وكالسيوم كويس، هيبقى عالي جدا. وبالاضافه ان هو مع عصره على البارد لن يتعرض لاي درجه حراره فوق 27 درجه، درجه حرارته بتاعته اقل من 27 درجه مئويه. بس ما بيتحطش على النار؟ لا نهائي. زيت السمسم ينفع نحطه على النار بس درجه حراره تتعدى 50، حاجه بسيطه. زيت الزيتون يتحمل درجه القلي؟ لا، زيت الزيتون يتحمل درجه القلي، اي زيت تاني لا. وبالاضافه ان احنا بنحاول نبعده عن الضوء، انا بس جايبه بزيت شفافه عشان الناس تعرف الزيت، بنحاول نبعد اي زيت عن الضوء عشان الالترا فايولت، الاشعه الفوق البنفسجيه بتاثر على الزيوت بطبيعتها. حتى العرب كان بييجوا يعملوا زيوت كان بيحطوها في ازايز معتمه او زرقاء او بنيه، المعلومه دي جديده، اشعه الشمس، لان الالترا فايو بتدمر الفيتامين اللي موجوده في الزيت. يعني مثلا ما احطهاش في الثلاجه برضو؟ لا ابعدها، لا مش احطها في مكان الدولاب مقفول. ويستحسن لو ما عنديش، لو عندي ازازه شفافه الفها بكيس اسود بحيث يبعد اشعه الشمس عنها اصلا خالص. طب مستحسن. المعلومه دي جديده، انا اول مره اعرفها بصراحه. ما شاء الله. وبالاضافه ان الزيوت دي، كل زيت من دول فعلا احنا معانا منجم ذهب، والانسان فعلا هو الطاقه اللي هو محتاجها. انا مش عايز اقول الاسعار كام. لا الاسعار يعني اللوز الحلو ده الكيلو بتاعه الطبيعي بينباع ب 400 ب 350، فاكيد الزيت اغلى. طبعا. فبينباع عند العطار ب 400 ب 600 ب 700 حد 800 جنيه، احنا عندنا في المعصره بنبيعه ب 230 جنيه. ده بسعر الجمله. طيب. يعني هو لو راح جاب نص كيلو زيت لوز، لا ياخد كيلو احسن ويشوف النتيجه بتاعته. تمام. بالتحليل. مش كلام، بياخد يعني حل. انت ممكن روح حل انت. حل تمام متأكد. انت انا متاكد من شو صح نعصره. دي ميه ورد الشفافه اللي هناك، دي ميه ورد يا جماعه. دي ميه ورد. دي ميه ورد بتقولي اي لون فيها؟ ده مش بيبقى حقيقي، ده بيبقى لون احنا حاطينه. الورد البلدي الكيلو بتاعه في عند المشاتل ب 600 جنيه. فاحنا بنروح نجيب الورد ده بنحطه في غلايه كبيره ستانلس متعقمه اهم حاجه، وبتغلي. البخار بتاعها ده بخار شفاف مش متلون. طبعا. بنقطره وبيطلع لون شفاف. لو طلع لون غير الشفاف يبقى اللي بيعصر او اللي بيقطر ضاف له لون وضاف له اسانس. بالظبط كده. ريحه الورد فيه غير طبيعيه، احنا ما بنكتفيش بكده، ده احنا بنعصر زيت الورد البتلات بتاعته وناخد منه على كل كيلو حوالي 100 جرام زيت ورد، ده معصور على البارد، ونحطهم على الميه، بيدوب فورا في الميه، بتحط فيتامين طبيعي على البشره. حلو قوي. اخر حاجه بس عايزه اتكلم عنها ده. المنتج ده التقفيل فظيع، لما جبته افتكرته حاجه مستورده، فبقول لك يا دكتور طب ايه علاقته بالموضوع؟ دي حاجه مستورده. تمام. ده ايه؟ ده فرد من مجموعه من عيله، العيله دي اسمها جوتين. جوتين. بالفرنساوي. بالفرنساوي. ففيها سيرم بشره، فيها كولاجين بشره، فيها سيرم سويت بعد سويت بيمنع انبات الشعر خالص. حلو. زيت السعد الطبيعي.
ده حمام كريم بالبروتين البحري، بروتين حيواني كأنه مليان لبن. في فكره في حليب جوز الهند، باين في نسبه قشطه حيواني اسمها قشطه جاموسي كده احنا بنسميها عندنا في البلد، غني جدا بالحاجات دي. لما بتيجي تحطيه على شعر حضرتك تحفه. ده بحطه زي اي حمام كريم واغسله بعد وقت؟ بشطفه بعد ربع ساعه. ربع ساعة بعد ربع ساعة بشطفه واستخدم مرار كريم اللي موجود معايا في الشغل في المجموعة بتاعتي. ده بيظبط لي شعري، بيرجع شعري كويس. ريحته جوز هند جدا يعني، هو كأنه جوز هند اساسا ما شاء الله عليه. بالاضافة ان احنا حاطين فيه شموع، والشموع دي درجة ليها درجة حموضة، فلما نحطها على الشعر بتملى الشعر اصلا فيه بروتين حرير، بروتين قمح، فيتامين ايه، فيتامين دي، خالي تماما من السيليكون، خالي تماما من ايزو بايم ليستيك، الحاجات اللي بتضر الشعر دي خالي من اي حاجه، ده طبيعي. في اصلا شمع عسل نحل وزيت وعسل نحل. طيب قبل ما اكمل برضو الزيوت، انا لو عايزه اشتغل معاك المره دي ما معيش راس مال، ما معيش اي حاجه خالص، والموضوع بسيط جدا. احنا بالفعل في طالب اسمه عبد الرحمن في عشم رمضان كان زبون بيشتري مني، انا عاوز اشتغل، قلت له خلاص سوق المنتج واي اوردر هيجي ليك فيه عموله بتاعت حضرتك. يعني كام راس مال مثلا؟ ولا جنيه، هو بس بيبدا يعمل ياخد منتجات يشهرها على الصفحه ويبدا يبعت لنا اوردرات، والله جاب اوردر بجنيه ليه الخصم بتاعه بياخده، وبنبعت له بدفع كاش او بريد او ايا كان، بنبعت له الحواله بتاعته. يعني انا دلوقتي ممكن اشتغل معاك براس مال في مشروع وممكن انا ما معيش اصلا راس مال خالص، فانا مش هعمل اي حاجه غير اني هسوق. بيجيب لي اوردر وانا بديله عليه بس كده. انا كل عليا ان انا اسوق، وانا اوريدي قاعده، انا معايا التليفون 24 ساعه الحمد لله. او لو شاب بينزل وبيتحرك فتمام، لا هيجيب شغل. وبعدين اي جار محتاج زيت زيتون، اي حد، احنا كلنا رافع جدا للمناعه، احنا بنجري ورا الكيميكالز عشان خاطر. كيف بتقول ان هو بيمنع تصلب الشرايين واحنا دلوقتي ربع معلقه قبل الفطار؟ الدنيا بايظه يعني، طعمه مسكر وجميل جدا، بيمنع تصلب الشرايين فورا. يعني ده حلو جدا للناس اللي عندها امراض مزمنه ومعرضه كمان للكورونا الفتره دي. طبعا، فده رائع جدا 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 جدا. تمام. الفكره هناك ده لوز مر، ده المر اللي احنا لخبطنا بين الاثنين سنتين صافيين، بنفرق ما بين ريحتهم. ده توم، ده زيت توم، شميه كده. هو بقى ده التوم بقى اللي هو بس غامق، ده هو طبيعي هو يبقى غامق كده؟ ده توم، مش خلاصه توم، ده زيت بذور التوم نفسها. انت لو شفتيه مره هتلاقي اصلا الريحه بتاعته فاقعه شويه. ده لو الشعر اتعرض لبياض او اتعرض لاي اجهاد زيت التوم، بس مشكلته ان ريحته وحشه، ده مشكلته. بس ده طبيعي معروف يعني، لو اتحط عمل حمام زيت لمده ربع ساعه كفيل انه يرجع الشعر من بياضه لسواده من جديد، كفيل انه ينبت الشعر جدا ممتاز جدا. هو مع زيت الخروع احنا بنعمل سيرم للبشره والحواجب والرموش، بنشتري السيرم ده بعلبه كده 300 جنيه فعلا، هو اصلا زيت خروع مع نقطه زيت توم، وتعملي بقى مسكره في الحواجب او في العيون بتتقل. تمام، طيب جدا. قبل ما اختم بسرعه حكايتنا الحدوته، اللي كان فيه في 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 ايران، كان دوله فارس، كان فيه ملك متجوز ست حكيمه جدا، فكل ما يعمل حاجه تقول له يا سيدي كل شيء ياتي بالمرار. فمع الوقت كل ما يعمل حاجه كل شيء ياتي مع المرار. فطلع يصطاد في الصحراء فلقى غزاله بيجي يصطادها، فقال لها بصي هوريك حاجه ما شفتهاش قبل كده، فرمى حته طين في ودن الغزاله، فالغزاله بتعمل برجليها، فحدف السهم، السهم جه في رجل الغزاله في راس الغزاله وقعها. فقالت له يا سيدي كل شيء ياتي بالمرار اي بالتكرار. فاتضايق قال ارموها في الصحراء حتى تاكلها الاسود والسباع. فصعبت على الجنود فسابوها ومشوا. فجه بعد وقت من الزمن يرجع يشوفها فين، فلقاها شايله عجل كبير جدا، ست غريبه. قال لها كيف استطعتي ان تحملي هذا العجل؟ فبصت له فعرفته، هو ما عرفهاش بقى للزمن. فقالت له يا سيدي كل شيء ياتي بالمرار اي بالتكرار، ربيته صغيرا فحملته، وكلما كبر حملته، فاستطاع كتفي ان يحمل وزنه الثقيل بحدود 800 كيلو. عشان كده بنقول لكل شاب كل شيء ياتي بالتكرار، ما تحاولش تفشل في حياتك، كرر مره واثنين وثلاثه واربعه هتنجح. في مثل فلاحي بيقول الكار اللي تخسر فيه امشي فيه هتكسب فيه.